زاهر. زاهر. القهوة. مامت ايه؟ اصحى زاهر. مامت ايه؟ اصحى. انزل اشرب شوية شاي واغسل وشك بشوية مية. يلا. احنا فين يا نجاش؟ ايه؟ احنا فين؟ احنا في العراق. فين؟ في العراق. العراق؟ العراق ايه؟ احنا مش كنا رايحين مصر، ايه اللي جابنا العراق؟ امسك نفسك وخليك راجل كده وانا هفهمك كل حاجة لما نخش جوه. يلا. خير؟ شبو زاهر؟ لا اصله قلبه ضعيف شوية. لا ما في داعي للخوف، هون في امان. بعدين ما تصدق كل شيء بيحكيه الاعلام. ولا يهمك، يعني هي في تصورات كلها غلط بغلط. اه شرف. كل حاجة زي الفل اللي بقول لك، ما فيش أي حاجة. فظيع فظيع. عادي عادي استاذ ناجي. لا ما كل شيء لغم، شيء شغله يعني. اه مش مخوف. لغم في حياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا باشا شربوا مستعجلين. حبيبي الله يرضى عليك بطاقم شاي للشباب ونزل لي فنجان قهوه ساده. وانا كمان اخذ قهوه مظبوط. وانا عايز كوبايه شاي بحليب وكيس بقسماط وباكو فينو، ها؟ عشان خاطر اسقي فيه. شنو؟ تسقي؟ انت جاي العراق عشان تسقي؟ الحمد لله على السلامة يا شباب. حد عاوز شاي يشرب يا شباب؟ تفاح. قص. قص ايه وتفاح ايه؟ انتوا هترحرحوا هنا؟ تفاح ايه وقص ايه؟ هات لي انا سلومة يا كابتن. ايه ده؟ مصريين؟ انا قلبي حاسس على فكرة من ساعة ما دخلته. القلوب بتحن يا باشا وانا قلبي لما يدق بقى يا نهار ابيض. مصريين. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. بس بس بس. احنا مصريين. انت هتعيط ولا ايه؟ ربنا يخلينا شعب مصر يا باشا، ربنا يخليكوا لينا. على فكرة الشيش دي عندي. تعال. انت اسمك ايه؟ خدامك توبة يا باشا، بس اسمي عبد التواب يعني، بس بيدلعوني يقولوا لي يا توبة. انت منين يا توبة؟ من 100 كرفس. منين؟ 100 كرفس. 100 كرفس؟ دي في مصر؟ يا باشا دي بلد كده صغيرة يعني، لا مؤاخذة في الأرياف محدش يسمع عنها أي أي. أنت جيت هنا إمتى؟ قبل الأمريكان ما يخش ب 24 ساعة. يعني انت جيت خربتها وقعدت على تلاها. اخذنا ضرب يا باشا لحد ما شعرنا شاب. خد خد يلا. لا 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 ما يصحش يا باشا، انت كده بتحرجني. لا لا انتوا ضيوفنا، ضيوفنا يا باشا، ما ينفعش. مش هينفع. لا امسك امسك. يلا روح هات الشاشه. الو. أهلين مجد، وينك؟ عم اتصل فيك من الصبح ما عم بترد. ايه اسمعني شو بدي اقول لك. اسمعني اسمعني. هلا في عندي اصحاب مصريين بدهم يسافروا اليوم على القاهرة ولازم تتأمن مقاعد لهم بالطيارة. بدي احجز لي 9 مقاعد فيرست كلاس. اوكي. لا لا بتحكي لجعفر، خلي هو بإيده يأمن الموضوع. اوكي. حكي لاصحابنا بالمطار خليهم يديروا بالهم. يلا بسرعه مع السلامه. ان شاء الله الامور بخير. يا باشا معلش يا باشا، كنت عايز اخد مع حضرتك صوره للذكرى يعني. ماشي يا توب. خد يا ابني صورني بسرعه بسرعه. على فكره يا باشا انا مرتاح لحضرتك قوي ساعه ما شفتك. حاسس كده ان انا اعرف حضرتك من زمان. بس 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 ما تعملش كده. امال امال في الحرب كنت بتعمل ايه؟ كان له ضرب كتير قوي يا باشا. بس بكره تتعدل ان شاء الله. بس بقى خلاص بقى. خدوا بالكم من نفسيكم يا باشا. مع السلامه يا باشا. هتوحشوني يا باشا. خلي بالكم من نفسيكم يا باشا. والله صعبان عليا الواد توبه. واد شقيان
يا سيدي الله يكون في عون الجميع. في مئات آلاف المصريين زيه، بلدهم الثاني. آه طبعًا، ما هو مصر والعراق إيه؟ ما هو واحد. إيه ده؟ أنا في فلوس وقعت مني، كان معايا هنا 10,000 دولار. الزار وقع مني في الاستراحة. ما هو لو وقع منك كنا شفناه. أصل أنا دخلت الحمام قبل ما نمشي. طيب، بتحب أرجع على الاستراحة يا أستاذ ناجي؟ لا لا لا، لسه حنرجع. لا مش مشكلة، كلها 5 دقايق. يلا. بدي اقول لك مصطفى، استاذ ناجي ضيع مصاري، لقيتوهن شيء؟ لا والله استاذ، ما لقينا اي فلوس ولا لاقين، كان خليناها لكم يعني. امال طوبه فين؟ يمكن لقاهم وشالهم لي. طوبه قبل شويه سوى له عركه بالشغل ونزع هدومه وترك الاستراحه ومشى. طوبه ده لعيب، لعيب قوي. طبعا لازم يسيب الاستراحه، ده معاه فلوس تخليه يعمل استراحه لوحده. طوبة. تخيلوا، بقيت بتقلب وطوبة هو اللي يقلبني. شفتوا الحلاوة؟ يا باشا يا باشا، أنا من الأول كنت هارش الواد ده وفاقس وصابعه خفيفة، حكيم أنا أبص على الكائن من دول أعرف إذا كان نشال ولا لأ، ومدة خدمته في النشل كمان قد إيه؟ على فكرة الواد ده كداب، الواد ده مش من 100 كرفس. ليه يا باشا؟ أساساً مفيش بلد اسمها 100 كرفس. توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة، بس دي مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة، بس دي مرة وتبقى